السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. أنا فرحانة بزاف تهزت بك معك اليوم وكان عندي الحظ بأنه شدت لي الخط. الله يفرحك بدخول الجنة لالا فاطمة. ربي يخليك الشكر يبان. أنا عندي واحد الاستفسار الله يستر عليك. مرحبا. أنا والدي متوفيين دابا شي 4 سنين. الوالد ديالي توفى قبل من الوالدة ديالي بعامين وعامين تبعت الوالدة ديالي. ما شاء الله. ما عمرني حلمت بهم وكنت وحشهم بزاف وبغيت نحلم بهم، بغيت نشوفهم واحد النهار. ما عمرني حلمت بهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن شاء الله تعالى لالا فاطمة أحسن طريقة باش نحلموا بوالدينا إلى ماتوا هم أننا نتصدق عليهم ونكثر عليهم من الدعاء، نبقى ندعي وخصوصا الصدقة. مثلا نقول يا ربي هذه البركة أنا أعطيها صدقة على والدي ونوي بغيت نشوفهم في المنام وأكيد غادي يبانوا لك بإذن الله. أول حاجة الدعاء، الإكثار له عليهما من الدعاء، ثم الإكثار عليهما من الصدقات، وملي نبغي نعس نقول اللهم أكرمني برؤيتهما. وإن شاء الله تعالى ملي غتكون دفعتي الصدقة أولا ودفعتي الدعاء أولا عاجة الرؤية غيبانوا لك برؤية طيبة، رؤية تبشر، غادي يفرحوا بأنك بعتي لهم بالخير. يعني ما بعد خطرت نقول أكلا مش طرازين، يعني يقدر يكون غضبانين عليا ولا أبدا. الله عز وجل قال لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وخا يكون كاع لا قدر الله تعالى انسان مات والديه كان غضبان وكان شي شنآن. لا انا غير كنقول استفسار من الحمد لله الوالد ديالي توفى وخا هو ما شفناش، يعني انا نتوفى بكسيده. لا اله الا الله. والوالده ديالي حتى هي كانت بالحسره ومشتهاش. نعم مات بالحسره اكيد. لا اله بدا الوالد اولا من اللي توفى بهذه الحادثه راه شهيد في سبيل الله، شهيد الحمد لله. اللي كتجي موتة البغته بحوادث السير او بالصعقه الكهربائيه او بغرق في البحر او بحرق من النار او بسقوط من مرتفع، كل هذه كتسمى من الشهداء عند الله تعالى، فالله يرحمه ويسر له الرحمات. فاكيد انك قلبكم مكلوم، مات الوالد ما حضرت ليه، ماتت الوالده ما حضرت لها، اكيد ان هذا كيخلي في قلبكم واحد الكيه. باش تطفى هذه الكيه هذه غنكثروا بالذكر والصدقات. ممكن اللي ما عندوش المال يصوم، يصوم ايام مباركه الاثنين والخميس والايام البيض وينويها صدقه لوالديه. اللي ما عندوش الفلوس ممكن يقرا القران الكريم يهدي اليهم ختمه من القران كامله، او يهدي اليهم صلوات يقوم الليل ويدعي الصلاه او التسبيحات او غير ذلك، كلها تصل الى الاموات. فحنا كثروا عليهم من الدعوات، لان كل ميت في القبر ديالو كل صباح كيمد يدو كيقول يا اهل الدنيا يا اهل الدنيا تصدقوا علينا. كاين اللي الله يحفظنا واياكم كيدفن والديه ما كيعاوش يتفكرهم نهائيا، ملي كيموتوا الوالدين كيتكلم على غير الورث والقيل والقال والمشاكل والاصطدامات. لو ربي عز وجل كشف لنا الستار ديال الغيب غادي نلقاو بان الاموات في قبورهم مادين يديهم وكيقولوا يا اهل الدنيا تصدقوا علينا مما اكرمكم الله، لان عملهم انقطع. احنا حيين ما زال عندنا القدره على العمل والانتاج والعباده، هما لا، انقطع العمل الا من 3: صدقه جاريه، شكون اللي غيتصدق عليهم؟ ولد صالح يدعو له، شكون اللي ولد وليدات طيبين غيتصدقوا عليه ويدعوا له بالخير؟ علم ينتفع به، راه ماشي بالضروره تكون عالم من العلماء، خريج من القرويين او من الازهر، لا،
يكفيك أنك تبلغ عن رسول الله، بلغوا عني ولو آية. فلهذا العيالات بعضياتهم نبلغ جارتي، نبلغ الصديقة ديالي، الرجال كذلك يبلغوا الأصدقاء فيما بينهم. نقول الصلاة ربي فرضها علينا، النميمة والغيبة حرم الله تعالى، وهكذا أي تبليغ بلغوا عني ولو آية غتكون إن شاء الله علم ينتفع به. فالله يرحمهم ويوسع عليهم الرحمات. كتري لنا فاطمة، كتري من الصدقة، من الدعاء، من تلاوة القرآن الكريم، من قيام الليل، هديه لهم وإن شاء الله تعالى ربي غادي يكرمك بالرؤية ديالهم. أنت نوي هذه الأعمال بغرض رؤيتي في المدام، وربي غادي يكرمك برؤية طيبة ويرتاح نفسك ويطمئن القلب ديالك بإذن الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.